بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أعزائي مشاهدي قناة المراد، اليوم الجمعة 27 من يناير 2023 في المنحل، وهنبدأ نكشف على خلية ونشوف تطور المنحل في الفترة دي في أثناء الشتاء. الجو النهاردة يعني معقول، ولا هو ساعة ولا هو حر، يعني يعتبر معتدل، والنحل طبعا في حركة النهاردة. هنشوف الوضع داخل الخلية شكله ايه، ونشوف الخلية ونشوفها محتاجة. ده كده خلاص بدائل حبوب اللقاح، الكيس خلاص، حتى النحل يعتبر كل الكيس خلاص انتهى، مش محتاج، مش متبقي منه الا اشياء خفيفه قوي. في كيس تاني ضمناه، جبناه من خليه ثانيه حطيناه هنا، في حاجات بسيطه شلناها. هنشوف مع بعض كده الخليه عامله ايه وحالتها ايه وهتحتاج مننا ايه. البرواز الاخير، عسل خفيف، ونحل البرواز ده هننقله في داخل الخلية علشان الملكة تحط فيه بيض. البرواز الأخير فيه عسل، بسم الله ما شاء الله. واضح طبعا من ناحيتين، وطبعا ده ممكن يتحط فيه بيض ايضا. هنشوف الاطار اللي بعده ده، هنركنه في الجنب كده. هنشوف اللي بعده اهو، في حضنة مغلقة، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. البرواز خلاص في حضنة، ماشي، وفي حضنة المغلقة، واللي بيطلع النحل بيحط مكانها بيض جديد. هننقل ده قبل الأخير، ماشي، وهنجيب بعده البرواز ده عشان يتحط فيه حضنة اهو. يبقى احنا شفنا آخر برواز لقيناه فيه ايه، فيه حضنة. هنا برضو بسم الله ما شاء الله حضنة موجودة، والملكة حاطة حضنة جديدة، ومن هنا بسم الله ما شاء الله. الملكة موسعة وحضنة جديدة، الملكة هنا موسعة وفي حضنة جديدة زي ما انتم شايفين كده. هنشوف كده مع بعض كده، يبقى فيه بروازين حضن لحد دلوقتي شفناهم، ادى الثالث بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وفي حبوب لقاح وبدائل حبوب اللقاح موجودة، شايفين لا كويس، خليها شغالة كويس. احنا كده عندنا ثلاث برواز حضنة، هنشوف الباقي وضعهم ايه. هذا الرابع حضنة،
الرابع حضن اهو، خامس حضنة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خامس حضنة اهو، خامس برواز حضنة في الخلية، وفي تاني ان شاء الله، يعني بعد ذلك يبقى الخلية هتقوى وهنبدأ ناخد منها براويز نقوي بيها خلايا ضعيفة تانية ان شاء الله، على اخر منتصف شهر 2 او اخر شهر 2 ان شاء الله. احنا طبعا النهارده 27 يناير، الجمعة 27 يناير، ده خامس برواز، هنشوف السادس ده وضع الملك عاملة فيه ايه، برضو في حضن اهو يا جماعة، كلب برواز نفسه يعني على قده، يعني في قطعتين مقطوعين، فالملكة حاطة برضو فيه حضن اهي، وده هننقله في الاخر بعد كده علشان يتحط فيه عسل بس. ست براويز حضنة، وهذا سبعة، السابع حط فيه حضنة كمية بسيطة كده من ناحية من ناحية، ومن ناحية تانية برضو حاجة خفيفة، كان البرواز ده بتاع عسل مش هيتحط فيه حضنة كتير يعني. فاضل لنا برواز واحد اللي جنب الغزاية اهو، عبارة عن عسل اهو، ما تحطش فيه حضنة، ده ممكن يتحط فيه حضنة، وننقل البرواز التاني ده هنا، ده نجيبه جنب الغزاية، وهننقل البرواز ده عشان يتحط فيه حضنة في الداخل. كده احنا عندنا ست براويز، والسابع فيه حاجات بسيطة ان شاء الله، الخلية كويسة، هنبدأ نضم الخلية بتاعتنا ونقفل عليها، بنقول ان الجو يا جماعة ولا هو ساقع قوي ولا هو دافي قوي، يعني الجو معتدل، الجو معتدل، واحنا في شهر يناير، في اخر شهر يناير 27 بالتحديد، الجمعة 27، هنضم البراويز، وبنوصي تاني على ضم البراويز يا جماعة يكون بحذر علشان الملكة ما تسقطش في هذه الفترة المهمة جدا، لو لقينا في نحل متكدس بندخن دخانة كده عليه عشان ايه يساعد من المكان، ونبدأ نحط الايه الخشبة بتاعتنا، بنرجع تاني بدائل حبوب اللقاح الجزء اللي فاضل ده وقرب يخلص طبعا، وفيه النحل موجود جوه شغال اهو، اهو هنفتحه شوية اهو عشان النحل يتحرك اكتر، هنغطي الخلية بتاعتنا يا جماعة، ونقول لاحبابنا واعزائنا متابعين القناة كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.